في حلقتنا دي هنعرف ايه المطلوب للطفل معرفته عن كل رقم من 1 لـ9. خليكم معايا. انطلق بأطفالك نحو مستقبل أفضل مع مناهج الطفل العبقري. خير البناء بناء الأبناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامج عالم الحضانة، وهتناول مع حضراتكم ايه المطلوب للطفل معرفته عن كل رقم من الأرقام من 1 لـ9. أولا، الرقم بيختلف عن الحرف. الحرف المطلوب للطفل معرفة عنه حاجتين، اسمه شكله. أما الرقم هيزيد حاجة تالتة، اسمه شكله ومفهوم الدلالة العددية للرقم. يعني ايه مفهوم الدلالة العددية للرقم؟ يعني رقم 3 كرقم عبارة عن 3 كراسي، عبارة عن 3 ترابيزات، عبارة عن 3 صواب، عبارة عن 3 تليفونات، عبارة عن 3 أولاد، عبارة عن 3 بنات، وهكذا. يبقى مطلوب مني كمعلم أو كمعلمة ان انا وصل للطفل عن كل رقم 3 حاجات، اسمه شكله مفهوم دلالته العددية. السؤال هنا بقى، ازاي نعمل كده؟ نفرد حصة للرقم من كتاب الطفل، نفتح حوار معاه عن الموجود في الصفحة اللي قدام الطفل خاصة برقم 2. مثلا انت شايف كام كلب في الصورة؟ 2. كل كلب له كام عين؟ 2. كل كلب له كام اذن؟ 2. كل كلب له كام حاجب؟ 2. كام كورة قدام او امام الكلبين؟ 2. ممتاز. بنتي دي لها كام ايد؟ 2. ممتاز. طب ولها كام رجل؟ 2. ممتاز. طب لها كام عين؟ 2. احسنت. لها كام حاجب؟ 2. ممتاز. شايلة رقم ايه؟ احسنت، شايلة رقم 2. اذا الرقم ده اسمه 2. تحت بقى اسفل الصفحة هنلون 2 دي كام مرة؟ طيب الكورة هلونها كم مرة؟ 2. احسنت. بكده عرفته رقم 2 اسمه وشكله ومفهوم دلالته. بس كده؟ لا، هندعم كل اللي احنا خدناه قبل كده بتمارين صفحة 13 وصفحة 14 من كتاب المتميز 2 اللي بتأكد اسمه وشكل مفهوم دلالة الرقم 2. اول تدريب معايا في صفحة 13 بيقول لي صل كل رقم بما يماثله، ومديني على ايدي اليمين رقم 1 وعلى ايدي اليمين رقم 2 وعلى ايد الشمال رقم 3 ورقم 2 ورقم 4 ورقم 1. هو بيقول لي صل كل رقم بما يماثله، يبقى انا بوصل رقم 1 برقم ايه؟ برقم 1. احسنتم. وكمان اخلي الطفل يوصل رقم 2 برقم ايه؟ برقم 2. التمرين ده بيمكن اسم الرقم وشكل الرقم. في التمرين اللي بعد منه كده بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي لون المثلث الذي يحتوي على الرقم 2، ومديني مثلثين، واحد في رقم مثلث يحتوي على رقم 1 والمثلث الثاني بيحتوي على رقم 2، والطفل يختار لي المثلث اللي فيه رقم 2 ويبدا يلونه. التدريب الثالث، ودي تدريب خاص بالكتابه وخاص بمعرفه شكل الرقم ايضا، هو شكل رقم 2. بيقول لي استمتع والون رقم 2، ومديني في التدريب رقم 2 3 مرات علشان الونه. التدريب اللي بعد كده بيقول لي ضع دائرة حول الرقم الدال على المجموعة، ضع دائرة حول الرقم الدال على المجموعة، ومديني 3 دوائر. الدائرة الأولانية فيها كورتين وتحتها رقم 1 ورقم 2، فبناء على ان الطفل هيعد فوق هيعلم على رقم 2 تحت، ودي تمرين احد التمارين اللي بيمثل مفهوم الدلالة العددية. الدائرة الثانية فيها صباع موز واحد، فطبقا للي هو عد فوق فبيعلم على رقم 1 تحت. الدائرة الثالثة فيها حرف ب مكرر مرتين يعني 2، وبناء عليه بيعلم لي دائرة على رقم 2. التدريب اللي بعد كده بيقول لي صل بين الرقم 2 وبين المجموعات الدالة عليه. عندي كتكوت، وعندي كتكوت واحد، وعندي حرف البي مرتين، وعندي رقم 2، وعلى ايدي الشمال هنا ورقتين شجر وسمكة واحدة. فبقول صل بين الرقم وبين المجموعات الدالة عليه، فعندي حرف البي مرتين اوصله بايه؟ رقم 2. وعندي ورق الشجر مرتين اوصله برقم ايه؟ 2. ما ينفعش اوصل الكتكوت، وما ينفعش اوصل السمكة، دي واحد ودي ايه؟ واحد. اخر تمرين تحت بيقول لي اعد السير على النقط ثم اكتب. فمديني رقم 2 اكتر من مرة، 2 2 2 2، والطفل بيلون لي هذا الرقم. ومن خلال هذه التمارين قدرت اوصل للطفل رقم 2 اسمه وشكله مفهوم دلالته الايه؟ العدديه. بس كده؟ لا لسه. اخر حاجه هناخدها مع الطفل ازاي يتملى رقم 2 او يتملى اي رقم بلعبه بسيطه جدا، وهي ان انا بطلع الطفل على السبوره وكاتب له رقم 2، فبقول له ايه الرقم ده؟ فبيقول لي رقم 2. فابدا بورقه اداري له رقم 2 وادي له التباشيره او ادي له قلم السبوره واقول له اكتب لي رقم 2 تحتيها، وانا مداري رقم 2. فبعد ما كتب رقم 2 تحتيها فابدا اشيل الورقه اللي على رقم 2 اللي كان مكتوب على السبوره قبل كده، وبقول له الطفل قارن بين اللي انت كتبته واللي كان مكتوب قبل كده، لو صح
نسقف له ونحييه كده. الطفل عرف اسم الرقم وشكله ومفهوم دلالته، كمان عرف ازاي يتملى الرقم. واشوفكم في حلقه جديده من حلقات عالم الحضانه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الطفل العبقري هدفنا جيل واعي، وشعرنا خير البناء بناء الابناء.